بالأمس كان هذا المكان بهذا الشكل، واليوم أصبح على هذه الصورة، صورة تحكي عن فرق كبير صنعه شباب المدينة. وداخل هذا الزقاق الصغير متحف يحكي عن تراث مدينة نزفت الكثير من تاريخها إبان احتلالها ومعارك تحريرها. بعد ما حاول الإرهاب وحاول داعش بكل الطرق أنه يطمس تراث الموصل وهوية الموصل، فقررنا إحنا كشباب أنه نعيد إحياء تراث الموصل ونحافظ عليه من خلال هذا المتحف. والهدف منه هو الحفاظ على هذه القطع الأثرية اللي نجت من الحرب، وإعداد يعني مكان يليق بتراث الموصل وتاريخ الموصل وحضارة الموصل. من المهم أنه اللي يزورون المدينة يشعون تراثنا وآبانا اللي كانوا عايشين، من رغم أنه المتاحف كلش قليلة غير المبادرات الشبابية اللي عملوها بآخر فترة. مهم من الأجيال همين الأجيال الشباب هسع أن يعرفون الأشون كانوا عايشين. لا يوجد في الموصل أي متحف حكومي مفتوح حتى الآن، لكن المهتمين بالمدينة القديمة وما تحمله من تاريخ افتتحوا هذا المتحف ليحكي عن تراث الآباء والأجداد مع تفاصيل حياتهم، وأصبح اليوم وجهة للزائرين من المدن الأخرى ومن خارج البلاد أيضا. التاريخ بها المدينة كلش قديمة، وبها يعني كلش هواي ناس من غير مكانات، غير أديان، غير background عندهم، وهذا الشيء كلش خلاني أريد أشوف الموصل وأكثر الصاد بها، يعني شون هي سدت بنا وتصير والناس عايشين بها. من وين جاية هبة؟ من هولندا. مقتنيات تراثية وأزياء قديمة وأدوات كانت تستخدم في الماضي، كلها تبرع بها موصليون لهذا المتحف من أجل الحفاظ على هوية الموصل التراثية. وبالرغم من عدم وجود متاحف حكومية، إلا أن المبادرات الشبابية كانت كفيلة بإيجاد متاحف صغيرة لكنها تمثل جزءا مهما يعرض هوية المدينة التراثية. من الموصل، محمود الجماسة، قناة التغيير.